يا سيدي باش نسالكم المره هذه على موقع اثري. وين جاء؟ التيبوغوس. التيبوغوس موقع اثري موجود في اي ولايه؟ التيبوغوس سلهادي اظن. سليانة. سليانة. سلوى. سليانة باجة. كسرى. سفيان عندك فكره؟ وانت الحزب القومي التونسي يعرف بلادك راهو. شنو؟ شيء؟ لا لا. لا لا. من عاش على ولايه؟ ما نظنش سليانة خاطر من الولايه نعرف. غفران. نعم. أنا قلت سليانة. أنا قلت شمال الغرب. إي شمال الغرب. كسرى. كسرى. ما كمش بعاد لكن مش في سليانة. يلا خلينا نشوف الحكايات قديش غنية بلادنا. التيبوغوس بلاصة نتاع إبداع يسودها موجودة في معتمدية الدهماني في ولاية الكافي. تبعد تقريبا 190 كيلومتر على العاصمة و40 كيلومتر على قلب مدينة الكاف. والبلاصة هذه اسمها المدينة. المدينة. هاو نشوفوا الصور للمدينة. بلاصة اليوم فيها زوز مواقع. ما شاء الله. بلاصة الأولى موقع أثري التيبوغوس اللي هو عبارة على مدينة أثرية تداولوا عليها برشا حضارات وازدهرت في العهد الروماني وتسميت المدينة هذه على اسم الإمبراطور الروماني الثاني تيبيروس على مساحة 200 هكتار. نشوفوا كان الآثار وأطلال مدينة رومانية ومسرح يتسع ل 3000 متفرج. قعد منه كان الأسس حتى معبد المياه مازال موجود قدام الساحة الرئيسية للمدينة. هاو نشوفوا في الصور القيمة بتاع الآثار الموجودة. لكن للأسف رغم القيمة التاريخية للمدينة هذه اللي هي واحدة من أهم وأجمل المدن الأثرية والتاريخية في تونس، المنطقة هذه مازالت تعاني النسيان ولم يقع استغلالها وتوظيفها لخدمة السياحة للأسف فلا غالب. البلاصة الثانية أي نعم تسمى هذه سي عبد الستار عبارة على رحلة عبر الزمن اسمها كهف الفنون، وإلا كما سماها صاحب المكان وهنا نحب نحييه تحية خاصة. فما توانسة شيخ على بلادها وشيخ على الفن وعلى الثقافة صاحب المكان الفنان عمار بالغيث سماها محمية الفنانين لاجروت. لاجروت هي البلاصة اللي المبدع عمار بالغيث خلاها تكون الملجأ اللي نجمه يمشي له أي مبدع ولا أي إنسان يحب يتنفس كان فقط الفن والطبيعة. الفن والطبيعة هذاك عليه. شكون اللي مستانس يوصلنا للبلاصة هذية وشكون اللي عرفنا على البلايص هذية؟ كيما هزتنا اليوم فيرست ديليفري للبلايص المزيانين هذم. فيرست ديليفري تهز وتوصل منتوجات حرفائها لأي بلاصة على كامل تراب الجمهورية في 24 ساعة وساعات أقل. فيرست ديليفري هي الشركة اللي مشروعك يكبر معاها وبالك مرتاح. بلامارا فيرست ديليفري شركة التوصيل الوحيدة في تونس اللي عندها بارك اوتو متكون من 400 كهربة وتوصل لأي بلاصة في تونس. فيرست ديليفري اللي هو شريكك فوتر بارتنير دو ليفريزون نمر واحد على كل تونس على كامل الجمهورية. بون كوراج ا توت ليكيب فيرست ديليفري.